كلمنا على اليوم النهارده وحضورك. بص انا كنت سامع بالايفنت من قبل كده بس ما كنتش اتوقع انه هيبقى بالجمال ده. اول حاجه اللي عجبني اكتر اقبال الناس، عشان احنا جاتنا فتره اقبال الناس على المجال نفسه ده، الفاشن او الصناعه او حاجه، كان قل كتير جدا. النهارده انا مبسوط جدا مع كل الظروف اللي احنا بنمر بيها، واقبال الناس مشجع للصناعه ومشجع ان احنا نعمل حاجات احسن، وان احنا نقول لاي حد في العالم ان احنا مهتمين بالفاشن، وان احنا ما نقلش على اي بلد تانية في ابداع او في الكواليتي او في اي حاجه. الكورونا اثرت على الفاشن؟ الكورونا اثرت على كل حاجه وخاصه الفاشن، بس انا النهارده مبسوط باللي حاصل ده، عشان انا جات فتره كل اللي بيصنع وقف شويه او قلل الانتاج بتاعه او خلى حتى حجم العمال اللي عنده قلل عشان الظروف دي، بس الحمد لله دلوقتي احنا هنرجع، الحياه مش هتخلص باذن الله، الكورونا هي اللي هتخلص واحنا هنكمل نشتغل باذن الله. سوشا الفاشن ديزاين السنه دي بتاعه، الكولكشن بتاعه، انا عامل السنه دي، انا رايح هي السنه دي الالوان كلها اللي متداخله في بعض، انا رايح لاكستريم حاجه تانية اللي هي الناتر، الوان ناتر، الوان ساده، وان شاء الله الكولكشن، بس هتبقى كولكشن شتوي عشان انا بجهز الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف. كولكشن الصيف اوريدي اتباعت، ما عملتش كولكشن كبيره، بس السنه دي عامل كولكشن كويسه للشتاء، وان شاء الله يا رب نعرف نسافر بيها ونعرضها برا زي كل سنه. يعني الالوان المتميزه السنه في الوان كتير هتشوفوها على الانستغرام او على الفيسبوك ان شاء الله. ثانك يو. النصايح اللي تديها للمراه العربيه السنه؟ بقول لها ان هي يعني تشجعنا ان احنا نشتغل اكتر، ان هي تعرف تعرض حاجتنا، ان هي تخلي بالها من صحتها وتخلي بالها من جمالها عشان تعرف تبرز الحاجات اللي احنا بنعملها.